السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأشرح موقع جديد وغني عن التعريف، جديد بالنسبة اللي أول مرة كيدخل عندي في هذا القناة. كنتمنى أنه يدير اشتراك ويدير جيم إلى عجبه الفيديو. هذا الموقع سميته فري سكوين، وهو موقع غني عن التعريف وقديم. البداية ديالو تكون عنده شي 5 سنين ولا أكثر. المهم، هذا الموقع كيمكنك من الربح ديال البيتكوين بسهولة انت وزهرك. هنا ما كاين ما تحط لا فلوس لا حتى حاجة، سوى غير انك غادي تلتزم بواحد الوقت محدد باش تبقى تكليكي كل ساعة خصك تجي تكليكي. هنا كما كتلاحظوا، هنا السيناب اللي بغيت تسجل كيجي كيحط هنا إذا هنا الإيميل، الباسورد، والريفيرنس، هذاك اللي دار، الرقم ديال هذاك اللي دعاك. زعما اللي مثلا في هذه الحالة انتم غادي نحط لكم هذاك ديال يور ريفر، زعما هذاك الإحالة، غادي نحط لكم لو ليان باش ندير لكم الإحالة، سيدي الإحالة ليا أنا. المهم، من بعد ما كتسجلوا كتجيو هنا كديروا لوجين. هنا خص ضروري انك تمسك بلوك تشين على يجيك من بعد. هنا الريفير، هذا الريفير هو الاحاله، شحال غادي تربح زعما من بعد ما دير الاحاله لشي واحد. المهم، كل مره يربح هو شي حاجه كتدي منه حتى شي واحد نسبه مئويه. هنا عبتني بالنسبه للمور كاين لوتري. هنا ما كتحددش، ما كيعطيكش الارقام، انت كتشري عدد ديال التيكيتات، تيكيت زعما كتشري شحال من تيكيت، وهذوك التيكيتات كيكون عندهم هما معروفين زعما الارقام ديالهم. هنا مثلا هنا النقاط، كل ما كنت كتلعب بهذيك القضيه ديال كل ساعه كل مره كتكليكي كيعطيك شي نقاط، من بعد تقدر تبدلهم بالبيتكوين ولا ساتوشي ولا سميتها هذيك العمله الصغيره على البيتكوين اللي كتمثل واحد الجزء السادس من البيتكوين. هنا القانون، هنا القانون ديال السيت، هنا البروفيل ديالك الا بغيتي تبدل فيه شي حويجات، مثلا تبدل الادريس ديالك ديال الاخر، الايميل اللي بغيتي. المهم، هنا الموقع راه مجهد وزين. هنا الاستاتستيك كيعطيك زعما شحال من واحد رباح، شحال من واحد داخل، شحال من واحد خسر، شحال من... المهم هذا الموقع، المهم انه ما غادي تحط حتى ريال فيه. وكنتمنى يكون شرحت لي هكا على وجه. اللي بغى فيكم يدخل في هذا الموقع مرحبا به، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد، والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يلا، الله يعاونكم.